يا فبطلب من حضرتك إنك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو ولو أنت مش مشترك اشترك وصلّ على النبي كده وركز معايا في التفاصيل ركز معايا في التفاصيل والمعطيات علشان هتتغير كمان شوية. بعد الموسم الخيالي ده الكولر نفض الغبار اللي كان على اسمه واصبح محط انظار العديد من الانديه وابرزها السعوديه والمثل بيقول مش كل مره تسلم الجره يعني مش علشان هي مشيت معاك في الموسم الاول يبقى انت كل مره هتحقق نفس النجاحات لكنه قرر انه يكمل مسيرته مع النادي الاهلي وهنا بقى حصلت العديد من الاحداث الدراميه وايضا العديد من التغيرات رقم واحد خروج مدير الكره المرعب الكابتن سيد عبد الحفيظ وتعيين الكابتن خالد بيبو مكانه اما على صعيد اللاعبين فخرج من النادي الاهلي واحد من اهم اللاعبين في الموسم ده على الاطلاق وهو حمدي فتحي اللي انتقل للوقره القطري ده بالاضافه للقندوسي اللي خرج اعاره السيراميكا. في المقابل تم التعاقد مع العديد من اللاعبين التعاقد مع أفضل لاعب في المغرب رضا سليم وصفقة الموسم إمام عاشور اللي أسالت الكثير من الجدل والمشاكسات لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ده ده غير بقى عودة بعض الطيور المهاجرة زي صلاح محسن وكريم ندفيد هنا بقى كولر بدأ يبص الأدوات وبدأ يعمل تكوين مختلف لخط وسط الملعب ويستخدم إمام عاشور فيه حيازه الكره وتوزيع اللعب وده عكس تماما طريقه اللعب في وجود حمدي فتحي بدا كولر يطور من اكرم توفيق ويحوله من ديستروير او باك رايت للاعب رقم 8 بقدرات خارقه. كولر كمان طلب قلب دفاع بجوار محمد عبد المنعم لكن الاداره ما قدرتش ان هي تلاقي قلب دفاع بنفس المواصفات اللي كولر طلبها. وهنا بقى صاحبك بدا ان هو يعتمد على رامي ربيعه وفضله على ياسر ابراهيم بسبب قدرته على الطلوع بالكره وعمل بالظبط كولر كمان كان طالب مهاجم مش من اول الموسم الحالي لا ده من اول ما جه النادي الاهلي في بدايه الموسم الاول كان بيقول يا جماعه انا محتاج مهاجم ولكن في المقابل الاداره ما قدرتش ان هي توفر للمهاجم اللي هو عاوزه وتم التعاقد مؤخرا مع أنطوني موديست بعد انتهاء عقدة يعني عقده مع بروسيا دورتموند وبدأ الموسم بداية الموسم الثاني لمارسيل كولر كانت بمباراة في غاية الأهمية لأنها كانت على بطولة بطولة السوبر الإفريقي وكانت أمام بطل الكونفدرالية إتحاد العاصمة الجزائري. ما أعتقدش إن في حد كان عنده شك واحد في المية بعد الموسم الخيالي الأول اللي عمله كولر وأيضا بعد الصفقات اللي تم التعزيز بيها إن إحنا ممكن نخسر أمام إتحاد العاصمة. مع احترام الكامل والشديد أربعة صفر إن شاء الله للأهلي الأهلي كعب عالي على كل أندية الجزائر لكن النادي الأهلي تلقى الخسارة الأولى في الموسم وخسر لقب مهم جدا لزيادة عدد ألقاب القرية والمنافسة على الصعيد العالمي بس تفسير الشخصي أن السقوط ده كان بسبب الدوافع من الآخر كده اللاعبين كانت عايشه على ثقه مستوى الموسم الماضي بس انت عارف الجميل في كولر ايه انه بيستغل لحظات السقوط علشان يجدد دوافع الفريق خماسيه صنداونز العام الماضي كولر استغلها افضل استغلال وبنى عليها دوافع جديده واسقط قاره بأكملها وحقق منها الخماسيه التاريخيه وده اللي حصل في بدايه الموسم. لما النادي الاهلي دك شباك الخصوم في الدوري برباعيه وثلاثيات وسط تألق امام عاشور وتوهج رضا سليم، ولكن هنا بقت جت المشكله الثانيه، الموسم ده شهد وجود بطوله بتتنفذ لاول مره وهي بطوله دوري السوبر الافريقي، البطوله اللي اتقال عنها ان جوائزها هتوصل ل مليون دولار وهيخش فيها 32 فريق بعد كده اكتشفنا إن الكلام ده غير صحيح واللي فاز بيها فاز باربعة مليون دولار واللي شارك فيها أصلا كانوا تمن فرق فقط مش بس كده البطولة اتحشرت كلها في عشرين يوم عشرين يوم تخيل كده معايا إن أنت لسه بادئ الموسي واتعمل عليك حمل بدني مرعب صدقني أنا يعني مش بجيب مبررات لكن بالفعل ده كان حمل بدني تقيل جدا على اللعيبة ان بالنسبه لثاني سبب فهو هبوط مستوى بعض اللاعبين اللي كان بيعتمد عليهم كولر في الموسم الاول زي كهربا وبرسيتاو ده بالاضافه كمان لان النادي الاهلي افتقد جهود رضا سليم بسبب الاصابه واخيرا بقى اداره فنيه سيئه من مارسيل كولر وتحديدا ده في المباراه اللي كانت امام سانداونز في بريتوريا بس انا عايزك تتخيل معايا الفريق اللي كان مكسر الدنيا في الموسم الاول واكل الاخضر واليابس يفقد اول بطولتين قريتين في الموسم ولان المصائب لا تاتي فرادا النادي الاهلي واصل العروض المهتزه على الصعيد المحلي ولعب اربع مباريات فاز في اثنين وتعادل في اثنين وفي دوري ابطال افريقيا كان لعب ثلاث مباريات اثنين منهم على ارضه وقدر ان هو يفوز في مباراه ويتعادل في مباراتين ده انتم أكلته كتير الزمالك الكبير مصر والأهل الصغير الأهلي كبير والزمالك كبير فبعد الموسم الكارثي ده وبعد التعاقد مع أنطوني مودست والأداء السيس فقرر النادي الأهلي الاستغناء على أنطوني مودست ويأتي بالقاطرة الفلسطينية وسام أبو علي علشان يشكل الهجوم الكاسح ويفوز بلقب هداف الدوري برصيد 18 هدف في 19 مباراة أرقام مرعبة القاطرة حمدي فتح يرحل ثم مع نهاية الموسم الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري وي ياخذ ثالث العالم للانديه والدوري وينسحب من بطوله الكاس لاراحه اللاعبين وهو الان ينتظر ملحمه قرويه امام نادي الزمالك في كاس السوبر الافريقي. مارسيل كولر قرر التعاقد مع صفقات ناريه بعد اصابه علي معلول فقرر التعاقد مع يحيى عطيه الله اللاعب المغربي نجم منتخب المغرب وهنا بدأ محمد عبد المنعم يطلب الرحيل عن النادي الاهلي فقرر النادي الاهلي رحيل عبد المنعم بمبلغ 6 مليون دولار ومن هنا قرر المرسول كولر وطلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعب بنفس إمكانيات محمد عبد المنعم، ومن هنا إدارة النادي الأهلي قررت التعاقد مع أشرف داري نجم أسود الأطلس والمنتخب المغربي الذي وصل إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي والانضمام رسميا إلى النادي الأهلي، ومع رحيل اليو ديانج مارسيل كولر لا يمانع في رحيل اليو ديانج ولكن طلب التعاقد رسميا مع محمد علي بن رمضان الا اصبحت الصفقه تنتظر تكه بسيطه من النادي الاهلي ولكن في حاله واحده وهي رحيل بيرسي تاو اللي معصلج ومنيل الدنيا خالص داخل جدران النادي الاهلي. اشرف داري اهلاوي خلصت الحكايه وصل القاهره. الساعي نجم نادي الاسماعيلي اعلم بنفسه انتقاله للنادي الاهلي الساعي وبرسي ومحمد علي بن رمضان واشرف داري علي اعتاب الانضمام للنادي الاهلي اذا الاهلي ينهي صفقه اشرف داري رسميا وانتظروا فريق النادي الاهلي هذا الموسم فريق مرعب بما تحمل الكلمه من معنى، الاهلي هذا الموسم سيكون مرعب، قل لي من وجهه نظرك هل تتوقع ان بيرسي تاو يحل ازمه النادي الاهلي في رحيله وانضمام محمد علي بن رمضان ولا لا؟ شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.